بنات مرحبا بكم في القناة ديالي، قناة لوندا دي زد. القناة ترحب بيتكم، البيت بيتكم، وانتم اصبحتم من العائلة والاهل والاحباب والاصدقاء. لوندا دي زد ترحب بكم، مرحبا بكل مشتركات وليزابوني ديالي اللي تبعوا ويشاهدوا الفيديو اللي نحطهم واللي وقفوا معايا من الديبي بهذا السحر لغرض ما أتفه الأسباب. فنحكي لكم على كيفاش صرا لي السحر هذا. بون، لما يعني مع الأول أنا رفضت نأكل الأكلة هذه اللي هي عبارة عن خبز مع قليل من اللحم. فلما رفضت أني نأكله، الأخت اللي أنا نقول أخت ولكن حسبي الله ونعم الوكيل، هذه البنت اللي خلاتني نأكل هذا السحر، فهي عرضت عليا أني نأكله وأنا رفضت. لما رفضت قالت لي إذا ما كليتيهش معناتها أنك شكيتي أنه فيه سحر. فهذا هو الشيء اللي خلاه يبرهن لي أكثر، وهو الدليل أنه فعلا كان معمول لي سحر. لأنه من بعد ما أكلت السحر بنهار فقط، بيوم فقط، فكانت الكارثة، قامت القيامة. يعني عشت كارثة، عشت الجحيم. فهذا هو يعني اللي خلاني أن نعرف أنه ما شكيتش وما تهمت حتى واحد، وإنما هذا هو أكبر دليل. تصوروا معي البنات أنه اللي سحرتني يعني لغرض ما للانتقام أو لأتفه الأسباب، حسبي الله ونعم الوكيل، أنا وكلت عليها ربي. ما تنجحش، عمرها ما تنجح، ما نسمح لهاش ولا ربي سبحانه وسمح لها. هذاك شيء خارج عن نطاقي، ولكن أنا ما نسمحش اللي أذاني، لأنها أذتني فعلا. والسحر هذا أنا لسنوات وسنوات وأنا أثر عليا، وحسبي الله ونعم الوكيل. وكل الضحايا السحر اللي كيما أنا يحسوا بيا ونحس أنا بهم. أي إنسان عرض لمثل هذا يعني هذا الجريمة، أنا نسميها جريمة لأنها فعلا جريمة في حق البشرية والإنسانية، وربي ياخذ الحق ان شاء الله. وان شاء الله ربي يخلينا نشوفوا فيهم هذو العباد اللي سحروا، ان شاء الله نشوفوهم كيفاش يخلصوا فيها الدنيا واخره باذن الله. البنات، اليوم اللي اكلت فيه السحر، نهار من بعد حسيت باشياء غريبه، اللي منها نذكر فشل في كامل جسدي او جسمي، فشل تحت طريحة الفلاش، يعني ماشي أوجاع، ما كنتش نحس بأوجاع أو، ولكن حسيت بفشل، فشل و لو سوميل، النعاس، حابة فقط ننعس أنام. فالبنات، نهار اللي اليوم اللي أكلت فيه السحر، نهار من بعد، الحاجة اللي حسيت بها ودوك نذكر منها العوارض أو الأعراض اللي عشتهم أثناء يعني اختراق السحر جسمي. سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل في كل ساحر. حسيت فشل، انهيار جسدي، فشل كلي في كل أنحاء الجسم، والنعاس. كنت فقط حابة نغمض عينيا ونرقد، ما نفكر في حتى شيء. فشل جسمي، فشل كلي، وحابة نرقد فقط، نعاس، نغمض عينيا وما نفكر في حتى حاجة. فرقت، ما قدرتش نرقد أصلا، أنا تكيت على الوسادة وغمضت عينيا، ولكن العكس، لما غمضت عيني عرفت بلي ماشي نعاس، وانما حاجه خلاتني، حاجه بتكاتني، جو سي با، يا كيك شوز، حاجه خلاتني نتكى، وكانه شيء قال لي تكاي. فتكيت، ويا ليتني ما تكيتش، ويا ليتني ما كليتش. حسبي الله ونعم الوكيل. فحسيت وسمعت لما تكيت وغمضت عينيا، تصوروا معايا،
نسمع أصوات غريبة تخرج من تحت باطن الأرض، أصوات مخيفة مرعبة، وكأنها أصوات لأعمال البناء أو ترديم حاجة دمار، وكأنه حرب، وكأنه شيء من صوت من الحديد، من الحجار، من الصخور، من لست أدري، ولكن قوة أو طاقة لا ترى بالعين المجردة، وبصوت هذا تدخل داخل أذني فاخترقت أذني، فازعجني كثير هذا الصوت المرعب. فنهضت وأنا نمشي نحس وأرى الزلزلة، يعني الزلزلة الأرض تلعب بيا، ولكن في الواقع ما كاش زنزلة، فأنا نحسها الزنزلة الأرض تلعب بيا، ونحس روحي راني وعينيا البنات نحس وكأنه شتو التلفزيون كي تخسر ليماج تطلع وتهبط هكذاك زكزاكي، كاين خطوط في عيني، أنا نشوف كأنه تلفاز عينيا، كأنه تلفاز في هذوك الخطوط كي تخسر التلفزيون ويمشي هذوك الخطوط هكذا، نمشو والخطوط والله العظيم، وشيء يخنق فيا يعني ما عرفتش لا يدين ولا قوة، يعني بيدين تخنق فيها من الداخل، يعني تخنق جيف، حتى بقيت حاجة الأولى نعيط أمي جاتني الموت، فيما تجري بالماء، الماء عطتني الماء نشرب وقالت لي بسم الله، أمي قالت بسم الله، وهذيك الحاجة طلقتني، وهي في الحقيقة ما طلقتنيش لأنه مازال معاناة، هي دخلت فيها ولكن كانت حابة ترتاح مني، يعني كانت تخنق فيها باش تقتلني، والحمد لله. بعد اسمحوا لي، يما عطتني نشرب الماء قالت لي بسم الله، وهي هذيك الحاجه طلقتني، كي خرجت نشم شويه هواء في الساحه، انا خرجت شربت الماء، خرجت مده ثانيه قال الله اكبر صلاه المغرب، فهو قال الله صلاه المغرب، فانا خلاص عرفت باللي انا ضحيه لسحر ماكول، خاصة وأنه عندي كامل الأدلة لتدل أنه سحر. فهذوك اليامات لما كليت لما تعرضت لهذا السحر، لأن متأكدة 100% بأنه سحر، فالعوارض أو الأعراض اللي بدأوا علي الجسد تاعي هما حاجة الأولى البرص أو الطاش في الرقبة تاعي وفي اليدين دياولي، ويحك البرص واللون تاعه بني وبرتقالي، ولست ادري كيما نحو كيما نغسل، رحت بالماء تاع البحر الدواء حاجه ما بغات داويه سبحان الله. والاعراض الثانيه هي اني وليت نخاف ونخرج من البيت، لانه لما نخرج من البيت واش نحس انه سبحان الله الروح نتاعي تحب تخرج من الجسد، ونقول ساي لو كان نخرج برا راح نموت، يعني الروح تاعي راح تخرج اكيد، راح تفارق الجسد تاعي تخرج وحدها سبحان الله. راكم تشوفوا يعني طفله عمرها 11 سنه مازال ما بلغتش، غير راشده غير قادره على تحمل المسؤوليه، وطفله صغيره يعني في عقل صغير مازال تحب تلعب، مازال يهلكوها بهذا السحر، يعني الشعوذه حسبي الله ونعم الوكيل، فهذا اثر فيا سلبا اكيد، وانا ضحيه سحر، وهذه باش تدي العبره والتجربه هذه باش نحكيها لكل الناس، لانه قصتي عشتها، وما فيش احسن واجمل من انسان يعيش تجربه ويحكيها. البنات وليت كي نخرج برا نخاف، علاش نخاف؟ لخاطرش لما نكون نمشي في الطريق وليت نحس جسمي من الجسم منا لتحت، نحس وكانه ورقه، وكانه دارت لي لاستيزي جينيرال، جسم ميت، فقط نحس للوجه ديالي. تصوري معايا وانت طفله صغيره في عمر 10-11 سنة وتعيشي هذا، يعني الصراع الفكري والنفسي كتصرى لك هكذا، ماشي تهبلي درب من الجنون، فحبوا يهبلوني، ولكن الحمد لله تجاوزت هذه المرحلة، والحمد لله ونعم بالله أنه ربي نجاني وربي كان معايا، ولكن تجاوزتها. وكونك سر حبيت نقول لكم أنه سر أنه تتغلبي عن السحر سر من الأسرار، وانا يعني كحكم اني عبرت من هذا الطريق، يعني مشيت على الشوك وانا صغيره
يعني وعندي تأثرت كثير وجوزت مرحلة صعبة في حياتي، وخاصة في مرحلة الطفولة وانو يعني تكوني ضحية سحر مأكول وتعاني، وكاين كامل الأعراض يعني تعيشيهم وتعيشي لمدة يعني زمن. فنقدر نقول لكم انه باش الناس يحبوا يهبلوا ناس ولا يحبوا يمرضوا ناس ولا، فالله ربي فوق كلش، وقولي حسبي الله ونعم الوكيل. ولكن انا تغلبت على الشيء هذا لما كنت نمشي برا، كما قلت لكم استغفر الله، كنت نمشي وصلت لي هذه العريضه، جاتني هذا الشيء، جاني في الجسد تاعي، نحس انه الجسم تاعي ميت ونحس فقط الفناء. الشيء اللي بديت نقوله انا بديت نقرا قران، انا صغيره وبديت نقرا قران سبحان الله، نقرا سوره الفاتحه، وانا حبيت نتغلب على هذا الشيء، فقلت نقوي الايمان. فانا بنفسي نتكلم مع نفسي في قراره نفسي من الداخل في باطن عقلي، نتكلم بداخل ما نتكلمش، يعني نقرا قران صح، نقرا قران جهرا، والداخل قيمان قوي سبحان الله، يعني براءه. فتغلبت على ذلك الشيء، وهذيك الحاجة نزلت وحدها، لا راقي ولا شيء، فقط الإيمان والحمد لله. أكيد ننصحكم أنكم تقرأوا سورة البقرة، ونصحكم أنكم تقووا الإيمان. والإيمان ما هو؟ هو التقرب من الله سبحانه وتعالى، القلب ديالك يكون متعلق بربي، وأنك تحسي أن ربي معك. فالشيء هذا راح يخلي هو السلاح قوي جدا، يعني بحكم التجربة وحكم السن الطفول، يعني مرحلة الطفولة ديالي، واني يعني كنت يعني براءة يعني ما نحكي لكمش. فالإيمان ثم الإيمان ثم الإيمان، حقيقة فالإيمان القوي يهلك ويدمر شامل لكل السحرة فإذا كنت عندك إيمان وكنت يعني قوي، فيحبوا يهبلوك ما يقدروش، يحبوا يمرضوك ما يقدروش، فكل شيء هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذا كنت قربتي ربي فالشياطين الكل يخافوا، الكل يخافوا، فقط الإيمان القوي. نعود ونعود ونعود، الإيمان بالله سبحانه وتعالى أكبر سلاح للقضاء على كل هذو الأشياء. كثير من الناس ضحايا السحر والشعوذة، لما نسمع بناس يعني سحروا، ناس مساكن يجروا عند الرقات وناس، فأنا نقول أنا أحد مرة من هنا، أنا أحد مرة من هنا، فأنا أحد الضحايا، ونحس صراحة نحس باللي هو زيت عالم آخر، يعني تخلق في زنقة الهبال وتخرج، سواء تخرج سليم معافى، ولكن الحمد لله مادام كاين ربي سبحانه وتعالى، فما تخافوش، قووا إيمانكم بربي، ولي سحر ما تخافوش يخلص دنيا وآخرة. قولوا حسبي الله ونعم الوكيل، الكلمة هذه كبيرة بالبزاف، شوفتت الحجر، والحمد لله ونعم بالله على كل شيء. البنات إن شاء الله هتكونوا استفاديتوا شوية ولو القليل، ولا تدوا العبرة. نصائح اللي عطيتها لكم هو ما ديروش لمان، السحر مذكور في القرآن، الرسول عليه الصلاة والسلام متسحر، ماشي مجرد وسواس أو مجرد زغياغ بونسي أو فقط الناس الجهلة هما اللي يأمنوا بشي هذا، لا، الجهلة هم اللي يديروا هذا الصوالح، وهما اللي يأمنوا بهذوك يعني الشعوذة. فهو الشعوذة والسحر مذكور في القرآن الكريم، فاحنا لازم نتحصنوا. فالحمد لله كان كتاب ربي سبحانه والمصحف الشريف والإيمان اللي هي البطارية والقلب، لما يكون عامر إيمان فما تخافيش، أو ما يخافش الإنسان حتى وإذا كان ضحية، فالله معاك، ربي هناك، رب يرى هناك، رب يسمع، والحمد لله اللي خلق ما يضيع. هذا واش نقدر نقول لكم البنات، وان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو ديالي، وشكرا على المشاهده، ونتمنى الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش انكم تلايكيو، حكيت معكم من قلبي، واللي كانوا جدد اول مره يدخلوا ان شاء الله تشاركوا في القناه، تدقوا على الجرس حتى يلحقكم ويوصلكم من كل جديد، تنتظروا مني ان شاء الله العديد من المفاجات ان شاء الله في الاعداد القادمه. صحه افطوركم، صحه رمضانكم، والى الملتقى القريب. كنت مع لوندا دي زد، باي دي في.